أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قائمة حراسة مرمى فريقه. عنده في الموسم الجديد أسماء جديدة بعد رحيل علي لطفي إلى النادي زد، ويمتلك في قائمته بالموسم الجديد 4 حراس دوليين، في مقدمتهم محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول، ويشارك محمد الشناوي في التشكيل الأساسي بالنادي الأهلي وهو الحارس رقم 1 في القائمة. يأتي خلفه مصطفى شوبير ويكون بديلا له في بعض المباريات. يأتي حارس المنتخب الأولمبي حمزة علاء رقم 3، أما لرقم 4 فهو من نصيب مصطفى مخلوف حارس مرمى منتخب الشباب. 4 حراس مميزين كل منهم بيقود منتخب بلاده في المرحلة العمرية اللي بيعيشها. النادي الأهلي عنده خطاب مهم جدا أرسله للاتحاد المصري لكرة القدم، بيطالب فيه بشكل رسمي إعفاء لاعبيه دوليين من معسكر منتخب مصر خلال شهر سبتمبر. وجاء نص الخطاب كالتالي: نظرا لأن المنتخب الوطني تأهل رسميا إلى نهائيات الأمم الإفريقية القادمة بغض النظر عن مباراته الأخيرة مع نظيره الأثيوبي يوم 8 سبتمبر، كما أن المباراة التالية للمنتخب يوم 12 من نفس الشهر هي تجربة ودية، لذا يأمل النادي الأهلي المساندة والتعاون من اتحاد الكرة والعرض العاجل على المدير الفني لمنتخبنا الوطني بألا تشمل اختياراته لاعبي الأهلي خلال فترة من 4 إلى 12 سبتمبر نظرا لحاجة الفريق الشديدة إلى كل من لاعبيه وهو يخوض مباراة رسمية على بطولة السوبر الإفريقي أمام الاتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. وبعد طلب الأهلي من اتحاد الكرة إعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر منتخب مصر، تواصلنا مع بعض المسؤولين في اتحاد الكرة واللي أكدوا إن مجلس الإدارة ما عندوش مانع من تنفيذ طلب النادي، ولكن الأهلي الموافقة بترجع لروي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني وهو المسؤول على هذا القرار، ولكن الاتحاد بلغوا فيتوريا بطلب الأهلي وانتظروا منه رد حتى يتم إبلاغ النادي الأهلي رسميا برد الاتحاد على طلبه. فيتوريا اكيد بيتشاور مع جهازه وفي كذا اختيار منهم انه لاعبي الاهلي تلعب ماتش اثيوبيا يوم 8 في اخر جوله بالتصفيات، لان فيتوريا راجل عاوز يحافظ على التصنيف، وممكن يعفيهم من ودي تونس يوم 12 سبتمبر او يتفق بقى مع كولر انه يضم اللاعبين اللي كولر مش محتاجهم في مباراه اتحاد العاصمه بالسوبر الافريقي. واكيد هنستمر في المتابعه معاكم ونعرفكم بالقرار الرسمي. هذا القرار لازم الناس كلها تعرف ان كل القرارات اللي هتحصل الكل كسبان، يعني الراجل لو قال لكولر انا هلعب بفلان وفلان ومحتاجهم عشان يظبط تصنيف منتخب مصر فاحنا كسبانين. لو الراجل اتفق بشكل ودي مع كولر وقال له خد ده وسيب ده والاهلي كسب السوبر برضه احنا كسبانين. فبالتالي المساله واحده بعيدا بقى على التصنيفات ان اصل ده شال وده حط، اصل كان عندنا وكان علينا، كلنا كسبانين. فلازم نحط دايما الاعتبارات، لان محمد صلاح نجم ليفربول، ليفربول عاوزه فهيبقى موجود فبرضه احنا كسبانين، طب هو مش موجود وخسرنا فاحنا كده خسرانين. فبالتالي المساله دي لازم الناس دايما تفكر بالصوره الايجابيه اللي هتعود على مصلحة منتخب بلدك وهتعود على مصلحة الفريق اللي بيمثل بلدك. فين بيمثله؟ في أكبر المحافل اللي بيظبط تصنيفه اللي بيعدل، لما النهاردة يقولوا النادي الأهلي كسب السوبر الإفريقي، النادي الأهلي المصري، كلمة واضحة، النادي الأهلي المصري كسب اتحاد العاصمة في السعودية وحصل على كاس السوبر الإفريقي البطولة القارية، وحصل على دوري الأبطال من الرجاء في بلده المصري. فبالتالي الامور لازم نحطها في مكانها عشان نبقى كلنا مرتاحين. اثيوبيا تحصيل حاصل، لكن الراجل كراجل مدير فني منتخب بلدنا حقه، لان مصلحه منتخب بلدنا فوق مصلحه الجميع.